الرابعة صباحا الواحدة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وأوضح عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن هذه الخطوة تأتي لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل في وقت سابق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي قدم استقالة الحكومة للسيد الرئيس. هذا وقد قام الرئيس السيسي بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية. هذا وقد كلف الرئيس السيسي الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة. هذا وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه تقدم باستقالة الحكومة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأضاف رئيس الوزراء أنه شرف بتكليفه من الرئيس السيسي بتشكيل الحكومة الجديدة، وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على تجديد ثقته في توليه المسؤولية كرئيس للوزراء الفترة المقبلة، متعهدا ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفات محددة من الرئيس السيسي في عدة مجالات سيتم العمل على تنفيذها فور الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد. وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لكل زملائه من الوزراء والمحافظين ونوابهم وجميع أعضاء الحكومة على ما بذلوه من جهود مضنية في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة. تقدم رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بخالص الشكر والتقدير للحكومة المستقيلة لما بذلته من جهود في ظل فترة شهدت العديد من الأحداث والمتغيرات والتحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأعرب رئيس مجلس النواب خلال كلمته بالجلسة العامة عن تمنياته بالتوفيق للدكتور مصطفى مدبولي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في اختيار أعضائها الجدد ممن لديهم القدرة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري وأهداف الدولة المصرية، لا سيما الواردة ببيان رئاسة الجمهورية بشأن قبول استقالة الحكومة. وجه حزب المصريين الشكر والتقدير للحكومة بعد تقديم استقالتها للرئيس السيسي، مؤكدا أن هذه الحكومة واجهت تحديات ضخمة وظروفا صعبة، بداية من كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع الأسعار العالمية وانعكس ذلك على الدولة المصرية. وقال الحزب إن استقالة الحكومة هدفه بكل تأكيد تنشيط العمل الحكومي وتطويره لمواكبة المستجدات الجديدة، موضحا أن هذه الحكومة بذلت كل ما في وسعها لخدمة المواطن وأدت دورها على أكمل وجه ولم تقصر في أداء دورها. نفى مصدر رفيع المستوى ما تناولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول اعتزام مصر بناء حاجز جديد على الحدود مع قطاع غزة. كما أكد المصدر إدخال ما يزيد عن 950 شاحنة مساعدات إنسانية من مصر إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن مصر تتمسك بتوفير كافة أشكال الدعم لمواطني القطاع وتعمل على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية بغزة. وشدد المصدر على أن مصر تواصل اتصالاتها مع كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.
نهاية الموجز والمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة، وهذه تحياتي عمرو شهاب.